الحقيقة أنا موجودة النهاردة كعضو لجنة تحكيم لمسابقة ميس إيجيبت وورلد 2016، وسعيدة جدا بالتواجد ده. لما اتصلت بي الدكتورة أمان رزق المنظمة المسؤولة عن المسابقة وطلبت مني أن أنا أتواجد وأكون موجودة مع نخبة من يعني المعروفين في مجال الموضة في مصر زي هاني البحيري كمصمم أزياء، وخالد فضة مصور فوتوغرافيا شهير جدا وصور معظم الفنانات والمودلز، وطبعا أستاذة أندريا بوشعر وده من أشهر الناس المشهور في المجال ده، ودكتور أمال رزق نفسها. يعني بسطت أن أنا أكون موجودة ضمن المجموعة دي لانتقاء أفضل فتيات تصلح أن هي تمثل مصر في ميس إيجيبت وورلد، تمثيل يليق بمصر ويكون لائق. الحقيقة أنا برقص باليه من وأنا طفلة صغيرة جدا، بس مؤخرا في صور انتشرت كده لأن أنا حطيتها على حسابي الشخصي لأنه أنا لقيتهم في الأدراج القديمة وأنا بقلب، فلقيت صوري وأنا طفلة وأنا برقص باليه في أحد الحفلات كنا بنعملها زمان، فواضح ان في حد اخدها من عندي من على الصفحه الشخصيه ونشرها على السوشيال ميديا، وانا سعيده جدا لانه الباليه فن راقي وفن يعني بيهذب وبيعلم الناس ان هي تدوس على تقف على طراطيف صوابعها، وده معنى رمزي للاخلاق عموما مش فقط الوقوف على الاصابع. يعني ان شاء الله الفتره القادمه عندي منتظره نزول في عيد الاضحى فيلم جديد، تجربة جديدة والأولى من نوعها ومغامرة مني مع شركة دي جي ساي وشادي سرور والمخرج محمد خضر، إن احنا نعمل فيلم لأول مرة للسوشيال ميديا مخصص للإنترنت ومتصور بنفس تقنية التصوير السينمائي لأي أفلام بنشوفها في دور العرض السينمائي، بس موجه للإنترنت وموجه لجمهور الإنترنت، فمدة الفيلم بتكون قصيرة شوية زي الفيلم القصير، وهو فيلم ساخر كوميدي النسخة المصري من فيلم تايتانيك الشهير.